انا جاي لي عريس ولو مردتش عليا هوافق. ايه في ايه؟ لا مفيش، خلينا في المهم. اخيرا حسين ده ظهر في الوقت المناسب. انا مش مصدق والله الايام اللي فاتت دي، انا بجد ما عدتش عليا ايام وحشه كده في حياتي. ماشي، كانت ايام وحشه وكانت صعبه اكيد يعني، بس لولاها ما كناش اتعرفنا على بعض. وايه؟ ايوه يعني تفهم. هي هنا عرفت؟ هنا ايه بس دلوقتي؟ عايز ايه احمد؟ لا مش عاوز حاجه، بحبك. انا شايفه ان احنا المفروض نروح. ايه؟ نروح ايه دلوقتي؟ بجد متاخرين يعني. طب انت مش هتقولي حاجه؟ طيب مش هت يعني مفيش رايح راجع؟ احمد يلا. لا انا عاوز اسمع، انا واقف. يلا. لا انا واقف والله، لا مش هتحرك. هسيبك والله بجد؟